من أكثر الأمراض الشائعة للمعدة هي القرحة المعدية، للأسف يلي عم تصيب جدار المعدة بنسبة كبيرة وخاصة بأعمار باكرة اليوم، وبتكون على شكل تآكلات صغيرة في الجهاز الهضمي للإنسان برافقة آلام حادة ببعض الأحيان، ولابد من أخذ أدوية واستشارة الطبيب. ولكن إلى جانب الأدوية وجانب استشارة الطبيب، لابد من اتباع نظام غذائي محدد لأنه هو الجزء الأساسي بالعلاج. تماما يا ورد، ولأنه اتباع النظام الغذائي الصحيح بيساعد على تخفيف الألم الناتج عن قرحة المعدة، وبيعيد بناء الأنسجة التالفة، وبيخفف من حدة الالتهابات ومن تراكم حمض المعدة يلي بيهدد الجدار الحامي للمعدة والجهاز الهضمي بشكل عام. لهيك لحتى نتبع نظام غذائي صحي خاص بمرضى القرحة المعدية، لازم نستشير الدكتورة في الكيمياء الغذائية الدكتورة ثواب الغبرة يلي صارت معنا بالاستديو. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. صباحك أهلا وسهلا فيك، منورة دوما دكتورة. منورة فيك. كيف كتران القرحة المعدية؟ من البسط. من البسط أي عن جد. الكل مقروح، الكل صاير معه مشاكل هضمية، الكل صاير معه قصص نفسية عم تنعكس على المشاكل الهضمية أو حتى نمط حياتنا. هلأ بنعرف منك أكثر، شو السبب اللي عم يتوافد كثير للعيادات قرحة معدية؟ لأنه ما شاء الله عم نتغذى على السجاير والقهوة، يعني أنا بتلاقي شعبها كله صاير فنجان القهوة والسيجارة يعني شغلتين كثير بيواتوا بعضهم للقرحة المعدية. على المهم بالفعل هذا ليش كتران؟ لأنه العصب الحائر اللي بيغذي الجهاز الهضمي هو مسؤول عن تقريبا 70-80% من وظائف الجهاز الهضمي، وهذا أي ارتفاع للكورتيزول هرمون التوتر، واللي هو هلا بشكل صار غذائنا كمان هذا الهرمون، فصار القصة فيه كلها صارت عم تضرب لك الوظائف العلوية لمنطقة المعدة. هلا نحن اللي بدنا نحكي فيه إنه أنا جاء كله بيعرف الأسباب العادية والأمور هي كلياتها والأكل هي، وما عم يميزوا إنه قصة انه مثلا التناول الحوامض وتناول مثلا خل تفاحه مو هو اللي بيسبب القرحة المعدية، قد ما هو مثلا في اشياء اخرى نحن كثير لها عوامل، وفي احيانا جرثومه معده، في احيانا قولون عصبي، التوتر، التناول الاغذية الخطا، السجاير، الاراجيل، الكحول اللي هو الكولا، ايه هي ادمان، في من احد عناصر الادمان عليها هي الكولا، يعني في ناس بتشرب الكولا عوض المي، يعني وهذا بنجي بنعالجه بعياداتنا. المهم الفكره الاساسيه اي تخرب او تخرش بهذا الجدار وخاصة المنطقة المحيطة حول مسرة المري السفلية الموصولة بالمعدة، هي من أخطر الأراني اللي هو ممكن نحن نواجهها بحمليات علاج القرحة المعدية. هلا اللي بيهمني غير الأسباب والأمور هي كلياتها إنه نميز في شيء إنه في سبب بدي عالجه وفي عرض سببه هذا السبب وحمل حاله هذا السبب وانتهى. شلون بدي ارجع رمي؟ يعني انا في عندي بهيك حاله علاج سبب وعلاج ترميم، يعني فهي هي اللي بدنا نجي نوضح عليها. انا في عندي غشاء تاكل، في عندي عضله مصره انفلتت مثل مصره المثانه مصره المري، لذلك اول ما بينام المريض تبع القرحه تشعيات الطعمة الإقياء كلها بتمو حتى توصل لتخرج بخاطيات الحلق في حال ما نام النوم الصحيحة والسليمة، في حال أخذ خبزة صموني على العشاء بيفكروا انه الحوامض فقط هي اللي بتخلي هي اخذت خبزه صموني، خبزه اي شيء نشوي زايد عندك يا فوت بقى اعمل نام بالليله السعيده تبعك، وهذا هي مشكلتها هي القصص هي كلياتها. تماما. طيب كيمياء الغذاء كيف نظر له مرضى القرحة المعدية لحتى يكون نظامهم الغذائي صحيح، عم يتناولوا الأشياء اللي بتحد من الحموضة وما يصير في هذا القلص والأشياء اللي ممكن تعمل تخرجات؟ حلو كتير. هلأ كيمياء المعدة بحد ذاتها pH تبع بين 2.4 ل 2.5، هذا إذا بدك تهضمي بروتينات الجسم بشكل سليم، بدك تعقم الأكل بشكل سليم، لأنه نحن عنا مركز التعقيم بمنطقة المعدة. هلأ مشكلتي مع هاي الحالات هاي بالنسبة لأن أجت تناولوا الادويه تبع الامبرازولات والامور هي، انتقل البي اتش لبي اتش بين 3.5 ل 4 وشوي، هون لعت انهضمت البروتينات، لعت صار فات في عندي بي 12، لعت قدر فوت جسم فيتامين د استخلصه من البروتينات وحتى اخذه وامتصه بالامعاء الدقيقه. هي المشكله اللي بتواجهني، بيقول لك مريض المعده عم بيرتاح جدا على هي الواقيات المعده، بس هي على المدى البعيد مدمر شامل لعناصر الجسم ومعادنه.
لانه نحن بناخذ المعادن في شكل كثير كبير من البروتينات، والهضم عندي يعني البروتيني بيتم بجزء كبير، جزء كبير كثير منه بمنطقه المعده. فانا الاوساط الهاضمه للبيبسين والانزيمات الهضم تبع المعده بتتدمر بالاوساط تبع الامبرازولات. هون بقى على المدى البعيد في شغلتين بتحدث بالمعده من تناول هذه المواقيات الحموضه، بترتخي عضله المريء وبترتخي العضلات كلها، لانه معظمها كمان تحتوي على اثار مرخيه للعضلات حتى تفكي لك هي العضله تبع المريء. بالمقابل بترخي عضلات كثير معها، لانه هي انت اياها تاثيرها شامل وليس تاثيرها فقط موضعي مركز. فالفكره الاساسيه على المدى بيلاقي الانسان ثابت عضلاته بسببين، سبب التاثير اللي عندي اياها سبب مرخي للعضلات، وسبب انه انا ما عم باخذ المعادن اللازمه فيتامين د. فاول شيء بده يصير يساوي مريض المعده تشخص له عندك يعني سواء من جرثومه معده او من قرحه او من توتر عصبي او من كولون عصبي، بده يصير يشيك على دال وبي 12 بجسمه حتى ما يصير عنده تآكل عضلي على مدى سنتين. صح. فهذا هي كثير مهمه هي النقطه بالنسبه لنا. وانا بفضل التغذيه الوريديه هون، لانه جهاز الهضم صار فيه عطل، لذلك بيكون عندك اياها اسرع استقلابا واسرع وبيساوي النتيجه المرجوه. النقطه الثانيه اللي بدنا نيجي نشتغل عليها هي محاربه السبب. هلا نحن بنقول اكثر شيء كنباتيا وكغذائيا في عنا شغلتين، في حال انه سبب القرحه هي جرثومه المعده، كنباتات وغذاء عنا اياها الزنجبيل. وحيتفاجئوا اخواننا المشاهدين انه شو الزنجبيل، الزنجبيل قوي وحارق. في حال عندي نقع على البارد شرب ماء الزنجبيل بعد وجبة الغداء وقبل وجبة العشاء أو قبل فترة النوم، هو مضاد حيوي رائع لجرثومة المعدة. هلا حدا يقول لي مثلا جرثومة معدة هي مضادات حيوية قوية جدا بتحاربها سلاسل ولا بتدم مع الشيء القوي لازم تهاجمه بشيء مديد ما نحس عليه على المدى البعيد. بالعكس أثبتت هي الدراسات إنه العلاج بماء الزنجبيل على البارد المنقوع يومين بقطعة زنجبيل منقوعة يومين بالماء هي رائعة جدا. ليش بارد مو سخن؟ رح أقول أحكي، لأنه بيتخرب بعض المركبات الفعالة اللي فيه المضادات الحيوية فيها في حال سخنتيها بالزنجبيل اللي أنا بدي حارب فيها جرثومة المعدة. أوكي. الشيء الثاني اللي نحن بنقول بنحارب جرثومة المعدة كمان بمادة اسمها العكبر، تتذوب مع الماء والعسل من دون عصرة ليمون. هي رائعة جدا إذا حطيت مع أنه العسل حامض وإياه مريض المعدة، ثم إياه يحط معلقة عسل جاهزة ببطنه لأنه كثير بتعمل تقرح بالغشاء المخاطي المتأذي بالمعدة وبمنطقة المريء. لازم ياخذ معلقة صغيرة، معلقة شاي يذوبها بالماء من دون عصرة ليمون، وإذا كانت هاي الماء منقوعة فيها الزنجبيل على أحسن وأحسن. هي ماء رائعة جدا ولا تؤخذ على الريق، تؤخذ بين وجبة الفطور ووجبة الغداء. هي رائعة جدا لعلاج جرثومة المعدة. هلا بنيجي بقى لشيء اسمه نحن صارت القرحة وعم يصير نوبات التدشؤ وهالأمور هي، أنا بقول مص الموز قبل النوم كثير رائع لتنزيل الـ HCL لتحت، بحيث أنا خفف تركيز الأمبرازولات بالليل عندي إياهم والأمور هي، إلا إذا كان في عندنا أدوية قلبية قوية جدا، لأنه من أحد أسباب قرحة المعدة تناول أدوية القلب. أدوية القلب كثير كثير قوية على المعدة، يعني بدها ترسانة ما شاء الله. حتى في بعض الأدوية الجلدية، بعض الأدوية الجلدية، بعض فعلا. أدوية التحسسات كثير قوية على المعدة. في تقرحات دوائية هي بتسميها. صح صح تماما. كيميائية. يعني عنده واحد مميعه عنده قصص وسيرو أدوية الديجوكسين، هدول جدا فظيعة على مخاطية المعدة، هي ما بنقدر نحن نوقفها، فلذلك نحن بنقول هذا مص الموز قبل كل وجبة رائع جدا. شريحة موز ممكن أنا بالضبط قطعت شرايح بحطها بتمي لتذوب تماما المادة السواكية تبع الصمغية تبع الموز، بعدين ببلعها. أولا بتهدي ضربات القلب إذا كان في عنا مشاكل عندي إياها تسرع بالقلب. النقطة الثانية واقي رائع للمعدة. نيجي بقى نقول للشيء إذا تأذى غشاء المخاطي تبع المعدة، جيل الصبار يرمم الخلايا المخاطية اللي راح عليها هي، ما بتروح لك الألوفيرا. الألوفيرا هي عنا ياها نحن ببرنداتنا كلها في صباريات. ما عم تعيش دكتورة، أنا عندي ياها ما عم تعيش، لا حطيتها بالفي ولا حطيتها بالشمس
ولا جبتها مزروعه وطالعه خلقه. هو ديكور هون 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 هلا بتعيشها بنعطيه بقى هيك سيفوني لكل ضيف. ما بتزبط هلا بجيب. هلا نحن انا من المشاتل يمكن انت بتسقي كثير هي لا اذا سقيتها كثير برندتك كثير بس اقول لك السر. ما عم تحطها بالشمس. ايدي مو خضرة. في ناس ايدهم خضرة اذا سقوا النبات بتنبت. اخي حط لون ايدك وتزبط على الدنيا. طيب دكتوره جل الالوفيرا كيف بدنا ناخده؟ بتقطع الورقة بتعصرها مثل الكريم معلقة معلقة لك واحدة معلقة واحدة في حال حالك حتى للوقاية يا عمي. واحد بيدخن ما عنده الله كارمه بمعدة قوية فولاذية لك يا عمي حط لها هاي المعلقة. هاي الناس اللي بتدخن اللي بتأرجل اللي بتتغذى على القهوة يوميا على دولات القهوة يعني مو غلط الإنسان يعني ينتبه على الأشياء القوية اللي الله عطيها. الناس اللي عندها قولون عصبي كثير بيهمني مريض الأرحة إنه ما يصير انتفاخ البطن يدفش عند قاع المعدة. هذا كمان بيولد HCL لمنطقة المري. المري عضلة HCL يعني HCL فات على المري بلش يصير ثقب بجدار هاي المنطقة هاي. فهذا إذا فتح عضلة الحجاب الحاجز لا تتخيلي مثل الشوك يوميا غصة بهذا الإنسان. بكفي الغصات النفسية غصة حقيقية بتيجي مشوكة من منطقة البطن لخلف القفص الصدري. شخص لنا الدكتور قرحة معدية ما بقيان كتير وقت لأنه دكتورة شو ناكل شو ما ناكل. طيب الممنوعات معروفه كلها لعند هلا مثلا عندك اياها العجين التوابل الاكثر شيء بيضايق القرحه المعديه الشيء المقلي بزيت نباتي مهدرج يعني هي مثل ما بيقولوا كارثه على منطقه المعده. اللحوم اللحوم بتكون مسلوقه الطف لا ما في مشكله بس يكون عندك اياها ما تكون مقليه بزيوت النباتيه هي المشكله فينا. حتى نحن بزيت الزيتون بنعالج القرحه بس اجمالا نحن بالنسبه لإلي هدول الاشياء مدمره الكافيين الكحول الشغلات اللي فيها كيف بدي اقول لك شغلات اللاذعه مثل الحوامض العاليه يعني نحن حتى هلا ما بيتذكروا خل التفاح وقت بصير عندهم قرحه المعده ما بيعالجنا. بقول له بدك تكون تالي معدتك الادويه الغلط بوقت غلط يعني عندك دواء قوي لازم يكون حاطط قبله وخرطه تفاحه تشي يغب الحموضه تبع الهي. الفكره الاساسيه كمان بذور الشيا رائعه جدا لتقليل وصول الاش سي ال عندك اياها لشي منطقه لانها هي ماده هلاميه بتغب الاش سي ال. هي بدها مي يعني بالنسبه لنا هي بنطحنها معلقه بس بعدها لازم كوب ماء والا بتسد القنوات المعوية لأنه بتغب مية القناة المعوية وبتنفش بعدها بتعمل بلوك وبتنفش. فإذا ما أنت مشربها للمي ومشيها معها هي بتعمل عندها انسدادات أحيانا بس يعني هذا الحكي في حال أنت ما عرفت تستعملها. عرفت كيف علي؟ برجع بقول جير الصبار الموز مص الموز رائع جدا لهالأمور هي. اللي بيهمنا أمره لمريض القرحة المعدية ما يضل معدته فاضي فترات طويلة. قهوة وشاي فيك مع القهوة والشاي مو غلط مو غلط ابدا. يكون عواضل يكون معه سيجارة شرحتين موز بتغب له المادة المؤثرة كيميائيا على منطقة رأس المعدة او بخفف منها قدر الامكان. يعني في شيء بدك تهي مو شوكولاتاية شيء في بوتاسيوم يعني نحن بدنا نقول بشغلة المعدة انك تحاول تغير وسطها بمواد طبيعية. انت عم تعملي معايرة معايرة شايفة عم فاعل كشفتك كيمياء اي يعني بي اتش 2 او 2.5 بالمعدة كثير حامضي الله خالقنا يا للتعقيم يعني تخيل وقت بيفوت دواء واقي المعدة لمدة 3 شهور أول شيء بيصافي الإنسان هو الكولون بعدها لأنه ما عاد فات الأكل معقم يعني بتصير بكتيريا الأمعاء تبع الأمعاء الدقيقة ما في توازن فيها ببلش بعدها مشاكل الكولون مدى ما هي بتضعف المناعة كمان دال هو كتير. وبعدين أنا كتير بنبه لمريض المعدة فيتامين دال العكبر هدول رائعين لناس اللي عندها قرحة سببها جرثومة المعدة تمام فهي الأشياء هي إن شاء الله يكونوا انتبهوا عليها إن شاء الله يا رب. شكرا كثير لك دكتورة ثواب معلومات كتير مهمة وحلوة فعلا لازم ناخذها بعين الاعتبار لحتى نكون دقيقين جدا بالعلاج. يسعد صباحك أهلا يسعد صباحك دكتورة. صار شيء معك مرة شفتي حدا تذكرتي إنك شايفتيه بس نسيتي شو اسمه؟ يا لطيف يا لطيف نحن هاي بدنا نعمل حلقة على تذكر الأسامي بالوقت المناسب عملنا لك إياها بيكون صار 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 الموقف وانحرج عملنا لك إياها. تابعي هالتقرير بتصير مع الأزواج ما بالك تابعي هالتقرير معنا. فإذا بنمرق بحياتنا بكثير أمور مثلا بنقابل أشخاص
ما بنعرف شو أسمائهم ولكن وشهم مألوف، بتجي وبتروح قدامنا هيك ذاكرتنا ولكن منقول أنا شايفك بس وين ما بعرف. بتخجل خاصة إذا فاتح قصة معك وعرفانك بشجرة العيلة. بتعرفي شلون بهرب نور ودكتورة؟ بهرب بإنه كيفك حبيبي شو أخبارك هيك الألقاب صديقي حبيبي أهلا وسهلا أبو حميد كذا مرقت تماما.